واو عودة إليكم متابعينا إلى هذا البث المباشر من منطقة البداوي، حيث تم أيضا قطع هذه الطريق من مناطق متعددة. إن هذا الأوتوستراد من أول طريق دوار أبو علي إلى نقطة البداوي محطة الأكومي وما بعدها، الطريق مقطوعة ولكن بشكل متقطع. يعني هذه النقطة تشهد إشعالا للإطارات، النقطة التي تليها مقطوعة بالشاحنات الكبيرة دون أن يكون هناك تواجد لعناصر أو عفوا لمواطنين يقومون بالتحدث إلى الكاميرات أو ربما المشاركة في إزكاء النار التي تشتعل الآن بالإطارات. سأقوم أنا وزميلي مهدي فتاح بهذه الجولة سريعا على الدراجة النارية وسنرى وإياكم في هذا البث المباشر الطريق كيف هي مقطوعة من مناطق أو من نقاط متعددة. إذن متابعينا نبدأ معكم هذه الجولة طبعا. فعاليات المنطقة، المشهورون في هذه المنطقة كانوا قد دعوا صباحا أو ليلة أمس للمشاركة في هذه الاحتجاجات وهذه التظاهرات في مدينة طرابلس وفي منطقة البداوي أيضا ومدينة الميناء التي يعني سنخرج منها بعد قليل أيضا في بث مباشر، حيث يتجهز الأهالي هناك لقطع الطريق عند نقطة دوار بيستاشيو أو ما يعرف بنقطة الفري. إذن كما نشاهد الطريق مقطوعة الآن بالشاحنات الكبيرة. أود أن أذكر المتابعين بأن هذه التحركات كانت قد دعت إليها مجموعات عبر واتساب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليل أمس في العديد من المناطق اللبنانية وليس فقط في الشمال وفي طرابلس، وكنا قد شهدنا أيضا إغلاقا للكثير من المدارس الرسمية والخاصة في الشمال بسبب قطع الطرقات، وكانت عدة مدارس رسمية وخاصة منذ ليل أمس قد أبلغت الأهالي بأنها ستغلق أبوابها بسبب قطع الطرقات. أيضا هذه النقطة إذا نشاهدها الآن مقطوعة بالشاحنات الكبيرة. إذا متابعينا كنت أقول قبل قليل بأن المدارس الرسمية والخاصة في طرابلس والشمال بشكل عام كانت قد أبلغت الأهالي والطلاب بأنها ستغلق أبوابها بسبب قطع الطرقات، مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى عدم وصول التلاميذ والمعلمين والمعلمات إلى مدارسهم. كانت أيضا نقطة الأكومي الشهيرة في البداوي مقطوعة منذ الصباح ولكن أعيد فتحها. الآن سنصل إلى هذه النقطة وسنختم منها هذه الرسالة. أيضا عند شركة كهرباء قاديشة في البحصاص التحركات كانت قد وصلت إلى تلك النقطة وجسر البالما الذي اعتاد الناس أو المتظاهرون التواجد عليه وقطعه بشكل كامل بالاتجاهين. كانت التحركات قد شهدت إذن متابعينا هذه هي الجولة التي قمنا بها عبر الدراجة النارية من منطقة دوار أبو علي إلى هذه النقطة، نقطة الأكومي الشهيرة في منطقة البداوي.
الطريق كما شاهدتم معنا في هذا البث المباشر مقطوعة بشكل كامل ولكن بشكل متقطع بعدة اتجاهات المؤدية إلى داخل البداوي أو إلى الطريق الساحلية لمدينة طرابلس المؤدية بطبيعة الحال إلى منطقة البحر. إلى هنا سأنتهي بهذا البث المباشر، سأكون معكم في بث مباشر لاحق ربما من مدينة الميناء لوقوف أكثر على تفاصيل التحركات التي سينفذها أهالي مدينة الميناء في بعض الشوارع في المدينة، فتابعونا دائما عبر صوت بيروت انترناشونال. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.